السلام على سيدنا الحسين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونحن اليوم ليلة العاشوراء، عاشوراء من محرم الحرام، ليلة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونحن في منطقة قطاع 33 مساحة. هاي حجي شو يسمونه؟ هريسة. هريسة لو زردة. هريسة. هريسة. هاي منين تتكون؟ الحنطة. من حنطة ودارسين. حنطة ودارسين لحم. لحم. إيه. مأجورين إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يجزيك. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله. تقريبا الآن الساعة 1:44 فجرا. احنا الآن الساعة 3:22 صباحا من منطقة قطاع 72، وشباب الآن متواجدين. ان شاء الله للصبح احنا مستمرين وياكم بالتصوير، وهذا كله اجر وثواب للامام الحسين عليه السلام. مأجورين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان تقريبا الساعة 3:30 تقريبا، ليلة العاشر من محرم الحرام في عام 2020. ونحن الآن متجهين من منطقة الجوادر إلى منطقة الداخل في مدينة الصدر، والآن أمامنا هو الفلاح. شي وزعون يوزعون كبة يلا عيني كبة تبرغ مو قطاع 46 والله ذيك. مين احنا اثنين؟ الله الله الموكب اسمه صرخة الحق. موكب صرخة الحق 46. شباب هنا يوزعون ثواب الإمام الحسين عليه السلام، ونحن الآن في الساعة تقريبا. لا ده 45 بالضبط صباحا، ليلة العاشر من محرم، هي الليلة التي بات فيها الإمام الحسين عليه السلام ومن معه إلى الصباح، وكانوا ما بين قارئ للقرآن وبين مصلي وبين راكع وساجد ومن يدعو الله سبحانه وتعالى. هي الليلة الأخيرة للإمام الحسين عليه السلام، لكن الإمام الحسين عليه السلام لم يموت، وبعد 1350 سنة هؤلاء هم أنصار وشيعة الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله مستمرين إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام. يوسف
الساعه الان الرابعة صباحا، ومستمرين الشباب في توزيع ثواب الإمام الحسين عليه السلام في ليلة العاشر من محرم، ليلة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. بالمناسبة هذا الشيء الوحيد بالعراق اللي يسمونه السياح، هذا يسمونه السياح، هذا فقط اعتقادي انه فقط بالعراق. يلا هاي هذا الثواب المن امام الحسين، وهذا قلنا السياح. السياح هذا منين يتكون؟ من الحين يتم الان تقريبا الساعة بالخمسة إلا ربع فجرا، ليلة العاشر. صورنا حد صورنا هاي يطلع يوتيوب ترى. الرحال العراقي. عظم الله أجرك وأجرك الحسين. عظم الله أجرك. عظم الله أجرنا وأجرك. الله يطلع عليك. الرحال العراقي. مأجورين هذا مأجورين. الساعة 5 إلا ربع. الآن الساعة 5 إلا ربع. شنو والله دمن ودمن وفاصل. الخيرات أبو عبد الله بأي مكان يوجعون. بين مسافة ومسافة. الله يبارك فيكم بحق الحسين. الله يحفظكم إن شاء الله. الله توفيق إن شاء الله. توفيق.